السلام عليكم وأهلا بكم في جولة صحفية جديدة نستعرض فيها أهم ما طالعتنا به الصحف المحلية. اليوم الأحد الموافق 22 من يناير 2017، ونبدأ بقراءة أبرز ما طالعتنا به صحفنا المحلية من عناوين في صفحاتها الأولى، ومع صحيفة أخبار الخليج والتي عنونت: بتوجيهات من سمو رئيس الوزراء تسريع إجراءات التحقيق في الأخطاء الطبية، إعطاء الأولوية للشكاوي المتقدمة من المرضى وسرعة البت فيها، التحقيق في 171 قضية معظمها في الطوارئ وأمراض النساء والعظام والأسنان. في رسالة إلى رئيس الغرفة: شركات النقل تستنجد برئيس الوزراء، نعيش وضعا مريرا بسبب قرارات وزارة المواصلات. ناصر بن حمد يفتتح مركز المحرك الشبابي النموذجي. ومع صحيفة البلاد نقرأ: برعاية سمو رئيس الوزراء سمو الشيخ زين، ملتقى القيادة والتطوع في أبريل. مراجعة مناهج التربية: نائب رئيس الأعلى الإسلامي للبلاد 720 ألف دينار للمعاهد والحوزات سنوياً. التأكد من خلو المناهج من كل ما يمس أسس الوحدة. توجه لإلغاء الخدمات البلدية المشتركة. وإلى صحيفة الوطن والتي عنونت: ناصر بن حمد يفتتح مركز شباب المحرق النموذجي. إصدار 76 سجلا افتراضيا خلال شهر من تدشين الخدمة. أما صحيفة الأيام فقد عنونت: زيادة عمل اللجان التأديبية تسريع التحقيق في الأخطاء الطبية. تطبيقه في المراكز فور الإعلان عنها الصحة، زيادة الرسوم الصحية لا يشمل العمال المؤمن عليهم. الأمانة مراجعة العقود لزيادة الإيرادات 6 دنانير إيجارات بعض أملاك بلدية بالعاصمة. تحتاج إلى تشريع جديد لإلغائها مالية النواب لا مساس بزيادات المتقاعدين. ثلاثة مشاريع كبرى في محيط حلبة البحرين لسباقات الفورمولا. تناولت الصحف المحلية أخبار قطاع الصحة، حيث أشارت صحيفة الوطن إلى أن رئيس المجلس الأعلى للصحة معالي الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة وجه الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية إلى وضع معايير جديدة لتسريع إجراءات التحقيق في الأخطاء الطبية وتحديد السقف الزمني لإجراءات التحقيق في القضايا والشكاوي لضمان صدور النتائج بالسرعة المطلوبة. لفتت صحيفة الأيام إلى أن مدير إدارة المراكز الصحية بوزارة الصحة سيما زينل أفادت بأن القرار الصادر بشأن زيادة رسوم الخدمات الصحية لغير البحرينيين لن يمس المشتركين في نظام الرعاية الصحية الأولية والتي تقضي على أصحاب الأعمال بدفع 144 ديناراً لهيئة تنظيم سوق العمل كتأمين صحي لعامين للأجانب. نشرت صحيفة الأيام تأكيد استشاري الغدد الصماء والسكري الدكتور وئام إبراهيم حسين أن 15 إلى 25% من المواطنين ممن هم فوق 20 عاماً يعانون من داء السكري النوع الثاني، وأن نسبة الإصابة تزيد مع التقدم بالعمر، وأن الدراسات تظهر أن هذا المرض متواجد أكثر في الإناث، وقد تصل النسبة إلى ما يقارب 50% من الإناث فوق سن 50.
كما كشفت منسقة عيادات السكري في مجمع السلمانية الطبي إيمان الأنصاري لصحيفة البلاد أن 80% إلى 85% ممن يعانون من السمنة والبدانة معرضون للإصابة بمرض السكري، وأشارت إلى أن الحلول الجراحية ليست الوسيلة الأولى لخسارة الوزن، بل التحكم في الوزن ومعالجة السمنة في التغذية الصحيحة وممارسة الرياضة كقاعدة حياتية وليس إجراء مؤقت. نشرت صحيفة أخبار الخليج أن محافظة المحرق أقامت فحصاً طبياً لموظفي المحافظة وعدد من الأهالي الذي تنظمه وحدة مكافحة الأمراض غير السارية بإدارة الصحة العامة بوزارة الصحة للعام السابع على التوالي بعنوان حملة احمي قلبك للكشف المبكر عن عوامل الأخطر. تناولت الصحف باهتمام واسع قطاع الأشغال والبلديات في المملكة، حيث أشارت صحيفة البلاد إلى أن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف شدد على أنه لا تهاون في تطبيق الأنظمة والقوانين البديلة المدرجة ضمن الإصلاحات أو الإصلاحيات التي حددها دستور المملكة، مبينا أن الوزارة تعمل على تطبيق قانون البلديات عن طريق رصد المخالفات اليومية واتخاذ الإجراءات اللازمة. لفتت صحيفة الوطن إلى أن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أكد أن الوزارة واجهت عدداً من المعوقات في تنفيذها لحملات اصطياد الكلاب الضالة، أما أهمها عدم وجود كادر فني متفرغ باستطاعته التعامل بشكل يومي للكلاب التي يتم اصطيادها وعدم وجود التنظيمات الإدارية المختصة بذلك. لفتت صحيفة الأيام إلى أن إحصائيات أمانة العاصمة كشفت أن عدد الأملاك التي تم تحويل ملكيتها من بلدية الوسطى وبلدية الشمالية بلغت 180 وحدة بقيمة أكثر من 19 مليوناً. نستمر مشاهدينا في عرض أهم الأخبار، حيث تناولت الصحف باهتمام واسع قطاع التربية والتعليم بالمملكة. صحيفة البلاد أشارت إلى أن الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم كرم عددا من الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة المتميزين في التحصيل الدراسي والأنشطة الطلابية، مؤكدا أن مدارس الدمج تزخم اليوم بعدد من قصص النجاح الفريدة لهؤلاء الأبناء بجميع فئاتهم. لفتت صحيفة الأيام إلى أن رئيس جامعة البحرين رياض حمزة أشار إلى أنه ليس هناك توجه لإلغاء أي من البرامج الأكاديمية في الفترة الحالية، وأن الجامعة قد تقوم بتقليص نسبة القبول في عدد من التخصصات وفق ما يتناسب مع معطيات سوق العمل. كشفت صحيفة الأيام إلى أن سمو الشيخة زين بنت خالد آل خليفة أشارت إلى أن مؤسسة المبرة الخليفية ستدرس إمكانية زيادة المنح الدراسية لطلبة الدراسات العليا ضمن برنامج رايات، إلى جانب السعي لإضافة جامعات جديدة في البرنامج سعيا لزيادة التنوع في التخصصات المطروحة.
إلى أخبار السياحة والاقتصاد، حيث أشارت صحيفة أخبار الخليج إلى أن الدكتور محمد بن دينا الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة اجتمع مع الشيخ خالد بن حمود الخليفة الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض حول استغلال محمية رأس سند بمنطقة تبلي وجعلها منطقة سياحية بيئية لجذب الزوار. لفتت صحيفة الوطن إلى أن بيانات من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أفادت بأن عدد السجلات الافتراضية التي تم إصدارها منذ تدشين الخدمة في ديسمبر 2016 حتى الآن بلغ 76 سجلاً افتراضياً، وجاء تدشين الخدمة من أجل المساهمة في تحفيز الاقتصاد. كشفت صحيفة الأيام إلى أن مصادر أفادت بأنه تم التوافق على أن يتم إنشاء المشاريع الثلاثة بالقرب من حلبة البحرين لسباقات الفورمولا 1 في المحافظة الجنوبية، والعمل على توفير البنية التحتية الحديثة والمتكاملة بما يضمن توفير المداخل والمخارج لتلك المشاريع وتوفير حركة مرورية سهلة وانسيابية. وإلى الأخبار المتنوعة، حيث أشارت صحيفة الوطن إلى أن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، افتتح برعاية مركز شباب المحرج النموذجي والذي تنفذه وزارة شؤون الشباب والرياضة. لفتت صحيفة الأيام إلى أن المدير التنفيذي لسوق المزارعين أماني أبو درسيم صرحت أن السوق يستقطب أسبوعياً قرابة 15,000 زائر من مواطنين وعرب وأجانب، وذلك منذ انطلاقته قبل 7 أسابيع وحتى الآن، وأن القائمين على السوق استطاعوا خلال هذه السنة تشجيع المزارع البحريني على إنتاج محاصيل زراعية تنتج لأول مرة في البحرين. كشفت صحيفة الأيام إلى أن مدير إدارة الثقافة المرورية أكد أن الإدارة العامة للمرور تعمل على مواصلة تنفيذ الحملة المرورية التوعوية الخاصة بسلامة قائدي الدراجات النارية تحت شعار الركوب السليم، والتي انطلقت في نوفمبر 2016 وتستمر حتى نهاية فبراير 2017. ومن الخبر الأخير مشاهدينا، نختتم جولتنا مع الكاريكاتير. إلى هنا مشاهدينا قد نكون وصلنا إلى ختام جولتنا الصحفية لهذا اليوم، شكرا على طيب المتابعة وفي حفظ الرحمن.